مطبخين. ده اليوم ان شاء الله اسوي لكم حلا كلش طيب اسمه تراب الملوك. هسه هنا راح اول شيء نشتغل بالجلي. الجلي هنا جلي الاناناس، راح اضيف له كوب ماي مغلي واحرك. طبعا اللي اسويه ابقي يبرد ورا ما، بس هذا الكوب راح اخليه، وبقي الجلي ورا ما ذوبه زين بالماء المغلي يبرد، يعني يبرد تماما درجة حرارة الغرفة يعني. بعدين ظرف كامل من كريم شانتيه، ظرف واحد يعني كيس واحد، هو يكون بيه كيسين، انا استعملت كيس واحد. هاي راح اضيف نص كوب من الحليب البارد، علبة قشطة، هذه القشطة قشطة بوك بس اي نوعية تحبون تقدرون. هاي 6 أونسات، ملعقة صغيرة من الفانيلا، ولو هو الكريم شانتيه فيه شوية بس راح اضيف طيب طعمها. ينفخ خلاص، هذا الثخن اللي اريده. يعني الجلي بارد قلنا بس خلينا كوب بس مو جامد، بعده راح اضيفه نونة شوية شوية. هنا علبة فواكه، نشوف هذا حجمها 15 أونس، 432 غرام فواكه بشكل. أصفيها من المي، طبعا هم نبيها أناناس وخوخ و يعني فواكه بشكلها، خليها تتصفى زين من المي. المي راح نستعمله نغمس بيه البسكت هذا حتى شوية يصير أسهل. بالنسبه لهاي الخلطه اللي سويناها مال الكريم شانتيه والقشطه، ما خليت سكر ليش؟ لانه الكريم شانتيه بشويه والجلي اللي خلينا بيه سكر، والبسكت راح يكون بيه سكر، سو ما نحتاج اصلا نخلي مربع. هنا راح اول شيء نضيف شويه من الكريمه بالقاعيه شي. بعدين نبدي عندنا هنا الاناناس، بس فد تغميسه بسيطه هذا المي مال الفواكه اللي بالعلبه اللي خليناه. نبدي نصف البسكت هيجي نضل نصف، خلي مره ثانيه طبعا راح يجمد لين خلينا جلبي. همينا هذا الصاص بالثلاجه ورا ما نخلص، بس هو سائل بعدين راح يجمد يمنا. نظل نصف هيجي بابر هيجي كلها. الطبقة الثالثة، بس هالطبقة ما راح انقع البسكت لانه راح نخلي هاي الفواكه، الفواكه بيها مي هاي مال العلبة، ما نحتاج ننقع البسكت. الفواكه هاي قطعتها انعم حتى نقدر نشتغل بيها، او تقدرون تخلون فواكه فريش يصير ما بيها شيء. خليها هيجي وياها. حركهم نبدي نحطها. طحن طحن جوز، نص كوب من الجوز. نبدي هسه نخلي البسكت والجوز نصفهم. ها
هسه الجوز. ضل هيجي. كلش فيديو سهل، كلش كلش يعني ما يراد له شيء هذا، يعني اسهل شيء تقدرون تحضروها قبل يوم، جايكم ضيوف عادي يصير، تبقى بالثلاجة في 3 ايام ما يجي لها كل شيء، ما يتغير طعمها عادي يصير. سنقطع فت قطعة ونشوف، اكيد كلش كلش طيبة وسهلة. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو البسيط، اشوفكم فيديوهات جديدة. هذا مطبخ ليندا، مع السلامة.